عندك تجربة هي نائبة رئيسة جمعية الماء المنتجة عكاشة. احنا فرحانين بزاف بهذه الدورة ديال التكوينية اللي كنشكر منظمة الدكتور محسن المشيش والسير الثاني لأن كنا كنا في المستوى صراحة، والحمد لله احنا فرحانين أن 2018 غادي تكون إن شاء الله طلعت المستوى. بالنسبه ما كرهناش هذه الدوره التكوينيه، ما كافيناش هذه الصراحه. نعم، يعني شنو هي الحاجات اللي زدتوا مثلا نتوما على مستوى السياحه والتنميه يعني باش تساهموا في التاهيل ديال الشاطئ يعني من ناحيه الرفع من مستوى السياحه؟ ان شاء الله غادي يكون التاهيل 2018 غادي يكون في المستوى، هذا التاهيل ديال السائح غادي يكون تبارك الله في المستوى لان خداو نصائح بزاف، داروا لنا فورماسيون كومونيكاسيون كان في المستوى صراحه. انا فرحانه بزاف وانتم غادي تشوفوا مرحبا بكم 2018 في طلايف عريش، غادي تكون كلش غادي تعجبوا ان شاء الله في المستوى، وشكرا.